اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، مرحبا بكم في دورات الاكاديميه. اليوم راني في الوقت بدل ضائع، ما نسيت يعني ما قدرتش ما لحقتش باش نحط لكم في اليوتيوب. المهم غدا عندنا دوره خاصه بالخياطه، خياطه الملابس من الصفر. هي دوره مكثفه، تقراو الحد واثنين وثلاثه والاربعه، مده اربع ايام مكثفه يوم كامل. شوفوا تقراو على الصح، تبداو كيفاش تخيطوا الماشينه، كيفاش تستعملوا الماشينه، الصيانه تاع الماشينه، ومن بعد توليو كيفاش تهزوا المقاسات، ومن بعد انواع الرقابه، انواع الاكمام. تقراو بزاف حوايج، مهم اساسيات كامل. مستوى اول تخرجوا تشعلوا، تقراو حد واثنين كما قلت لكم. المهم تخرجوا تشعلوا في مجال الخياطه في المستوى الاول. طبعا الاساسيات هذو كامل، تخيطوا ثانيه قدام الموديل تاع روبا سينو. اللي حابه تعرف بالتفصيل واش راح تعلموا تلقاوه في صندوق الوصف. تقدروا تلتحقوا، بقاو لنا غير ثلاث اماكن فقط في الفوج. اللي تحب تتصل اليوم قبل ما نسكروا الاكاديميه 4:30 تتصل سينو، تقدروا تجيو صباح مباشره ماشي مشكل، تنضموا طول. كل التفاصيل على قد تبداو على قد تخلصوا دوك نخليها لكم في صندوق الوصف، ارقام الهواتف في الفيديو.